الحركه اللي كانت من قبل اللي عطات النتيجه راه ما يمكنش نتراجعوا، خصنا نزيدوا الامام يا اخواني. ما بقاش مقبول باللي المحاكم كتوفر ترجمان للاجانب، وهذا شيء طبيعي، ولكن راه كتنسى الامازيغي اللي ما كيفهمش اللغه العربيه. راه ما بقاش مقبول. نجاح بانه كاين اكثر من 4600 ديال الشاب والشابه اللي كنشوفوا فيهم كفاءات. التقطوا يعني الاشارات ديال الخطاب ديال صاحب الجلاله انهم يعني مواطنين خصهم يأطوا، خصهم يلعبوا الدور ديالهم، خصهم يدخلوا السياسه. هذا شيء ايجابي يعني في ظرف سنه الحمد لله انه شفنا واحد التحسن كبير، واحد النشاط، واحد 2% ديال هاد الشباب اللي وصلوا تقريبا 20,000. وهذه مناسبه باش نتكلموا على مسار الطلبه. حنا يعني بدينا الدياغنوستيك ديال ما يقع انه التعليم والشغل والصحه من الاولويات ديال المواطنين فيهم يعني خلل. وهذا الشيء هذا الحمد لله شفنا بانه الحكومه يعني تحت يعني ديال صاحب الجلاله انه وقف على هذه المشاريع، وهذا الشيء راه كيفرح. ولكن حنا غادي نبقاو غاديين في هذا المسار باش ان شاء الله نكون متيقنين بانه يعني هاد لي سيكتور اللي هما سوسيو اللي هما مهمين خاصهم يجدوا الامام. اذا يمكن يقول لكم بانه التجمع واقف وغادي للامام وعارفين غادي يمشي وعنده المراحل ديالو المستقبليه وعنده الشباب ديالو وعنده المناضلين والمناضلات ديالو. فكل شيء غادي يخلينا انه ان شاء الله نمشيو مرتاحين في افق قريب. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.